اذا رئيس جمهوريه معنا اي سائح بده يجي على لبنان بلد بلا راس كيف هيك قولي لي كيف بده يجي بيسمع اخبار من هون واخبار من هنيك ونصره من هون داعش من هون من جمعتين راح تسقط الجيش اللبناني مين حكى فيهم اي سياحه عندنا لا ما عندنا سياحه على شو بده يجي الانسان بيجي يشم الهواء بيجي اصبه بيتفرع على دنيا جديده عنده شو بدهم يجي يعملوا راح يجي على الخوف ويدل المرعوب ان شاء الله بالصيفيه نلاقي سواح وقولوا له لداعش الرجال تحبك بس انت ما حبيت الله. ربطا بالخضات الامنيه يلي عاش البلد مؤخرا على الحدود الجنوبيه والشماليه كان هناك تاثير مباشر على الحركه السياحيه، فالى شارع الحمراء المكان الاشهر والاحب للسواح توجهنا لرصد الحركه السياحيه، فكانت النتيجه غير مشجعه رغم التفاؤل بهالعام الجديد. يعني جيراننا سوريين بس اكثر من هيك ما في، لانه مثل العادي ما في سواح. اذا بقول لك انه معدومه ما حتصدق، ما في شيء ولا عم نشوف حدا ولا عندنا شيء بالمره بالبلد. نشف مثل ما انتم شايفين في وجوه جديده، في خليجيه وفي سوريه وفي عراقيه في كلياتهم. لا الوضع مزدهر بشارع الحمراء. عدم شرعي للسياحه بلبنان، هذا هو صراحه التعبير الصح. لا تتحسن الاوضاع، في تفاهم بين اللبنانيين، بصير في سياحه. انا كل يوم مش بقعدهم شو كثير يوم بشوف وجوه جديده، في دلعنا اجر غريبه. في انت شايف السواح ما في الا عراقيه جايين يتحكموا من الحرب، حركه بس بعطيها مو ذاك الحركه اللي احنا دائما نشوفها. وجوه عراقية متنوعة هي الأكثر تواجداً بشارع الحمراء، ولو أنه زيارة بهدف العلاج، ولكن بالنسبة لهم السفر إلى بيروت هو متعة وراحة. من العراق. إذا بتشوف السياحة بلبنان؟ حلوة لبنان، دي أم الدنيا حلوة. أو معظمهم بس عراقيين موجودين بالحمراء، أكثر شيء شوف عراقيين، نسمع صوت عراقية. أنا مو سائح، جاي على شغلة علاج سياحة، شيء في مرض بس المرض اكثر. نسانا مو من البلد هذا، يعني في ارتياح نفسي وفي محنه وطيبه اهل البلد، فنسينا مرضنا والحمد لله. واهل لبنان ناس طيبين جدا وعندهم روح رياضيه ومستضيفين جدا يعني. تجار الحمراء والفنادق على أتم الاستعداد من ناحية العروضات والحسومات، ورغم أن الحركة بعد بطيئة إلا أن الأمل بتحسن الوضع بعده موجود. الأكيوبيشن بالأوتلات تقريبا 50% مش مثل قبل. حجزات في ناس عم تحجز، بس طبعا كأغلبية الحجزات في عنا ناس تجي من سوريا، ناس بتجي من السعودية، ناس بتجي من الكويت، بس اغلبيه الزباين سوريه. صراحه في تنزيلات كثير قد ما بدك فيه، بس سواح مع الاسف ما في. No, I didn't. This year is much lower from what I understood, especially in the downtown area. انا بتروح على بعض الشوارع الموجوده خارج بيروت تلاقي اكثر من الحمراء هون، لانه ما عادش في حدا، ما حدا عم بيجي. نحن بالحمراء كتجار هون شغلنا نازل 80%، لانه كل شغلنا على السياحه والخليجية، بخصوصا طبعا الخليجية والعرب. الأوروبيين كلهم ما بيشتروا يعني، وبيحاجوا كتير. شارع الحمراء هو عنوان مهم على الخارطة السياحية، والأكيد أنه في ناس كتير بتتمنى تزوره ولو كانت من السند أو الهند. I am from India. Have Lebanon. Lebanon is the beautiful country. We are first time in Lebanon. So a nice and beautiful country. كلك زو كلك زو حبيبتي عليك كلك زو